بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حينما تنقطع عنا الحيل، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالنا، الحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربنا، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، الحمد لله الذي يجزي بالصبر سبحانه وتعالى نجاتا. اللهم لك الحمد بالإسلام، اللهم لك الحمد بالقرآن، اللهم لك الحمد بالأهل والمال، اللهم لك الحمد بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك من صالح أعطيتنا. لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، أعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا. اللهم لك الحمد، كم من صغير ربيته فلك الحمد. اللهم لك الحمد، كم من ضعيف قويته. اللهم لك الحمد، كم من فقير أغنيته. اللهم لك الحمد، كم من غريب وصيته. اللهم لك الحمد، كم من أعزب زوجته. اللهم لك الحمد، كم من مسافر إلى أهله بالسلامة رددته. اللهم لك الحمد، كم من راجل حملته وكم من مريض شفيته. اللهم لك الحمد، كم من سائل أعطيته. اللهم لك الحمد، كم من سائل أجبته وأعطيته. اللهم لك الحمد على النعم التي لا تحصى، ونسألك اللهم أن ترزقنا شكرها فيما يرضيك عنا. لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا، سماء وأرضا. لك الحمد صمتا، لك الحمد ذكرا، لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا. لك الحمد ملء خلايا جناني وكل كياني رنوا وغمضا. إلهي وجاهي إليك اتجاهي، وطيدا مديدا لترضى فأرضى، فأنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون والأمر لولاك فوضى. فاحمدوا الله على نعمة الإسلام، وصلوا على نبيكم سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. الليلة ليلة استثنائية، الحديث عن الله حديث عظيم. من أنا العبد الضعيف الذي يتحدث عن ربه؟ من نحن العباد الذين نجتمع فنتحدث عن الله؟ والله لو اجتمع الخلق كلهم كبيرهم وصغيرهم على أن يتحدثوا عن ربهم لما استطاعوا. إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت الذي نثني وفوق الذي نثني. الأمر أمرك، والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى. حق الله جل وعلا هو افتتاح هذه السلسلة المباركة، وأما حقك وهو غاية مقسم، للحق أنت وما سواك الباطل، ما دار في الحنك اللسان وقلبت قلما بأحسن من ثناك أنامل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يثني عليك بما أنت أهله، ويذكرك سبحانك ربنا بما تستحقه. حق الله، حق الله هو له حق، ولنا أيها الكرام والعباد كذلك فضل، لأن الله امتن به علينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان على حماره يعفور كما جاء ذلك في الصحيحين، وذكر الإمام أحمد في المسند رواية أيضا أن معاذ رضي الله عنه حينما رأى النبي على حماره قال النبي يا معاذ، يقول فالتفت إليه قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. وهذه الرواية عند أحمد. قال يا معاذ تعال فاركب معي. يقول معاذ فاستحيت من النبي صلى الله عليه وسلم أن أمتطي دابته وأن أركب على ظهر حماره. والبيهقي يقول في شعب الإيمان صاحب الدابة أولى بظهرها، وصاحب المكان أولى بمكانه. قال فاستحيت أن أركب على دابة رسول الله. قال يا معاذ اركب معي. يقول فكررها صلى الله عليه وسلم، ثم ركبت على دابته، فلما ركبت مشينا قليلا ثم عثر الحمار
فسقط الحمار وسقط رسول الله وسقط. قال فقمت حياء وخجلا أن نبينا وقع على الأرض عليه الصلاة والسلام. لكن النبي التفت إلى معاذ يتبسم لأنه إمام الهدى والمتواضع الأول. اضحك لأنك جئت بشرى للورى في راحتيك السلم والإسلام. ضحكت لك الأيام يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأعوام. قال فالتفت يضحك متبسما فقال يا معاذ تعال، يعني مرة ثانية، واركب معي على ظهر الحمار. قال فكنت رديفه على حماره فركبت خلفه، ثم مشى الحمار قليلا فعثر الحمار وسقط النبي وسقط عليه الصلاة والسلام. ثم قام وهو يتبسم وقال اركب معي يا معاذ. قال فركبت الثالثة. قال فلما مشى الحمار قليلا قلت يا معاذ. قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال أتعرف حق الله على العباد؟ قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ثم مشينا قليلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف يا معاذ حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله بشرط إذا فعلوا ذلك، يعني حققوا التوحيد، أن لا يعذبهم. ثم قال النبي، قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر الناس أحدثهم بذلك؟ قال لا فيتكلوا، وهذه رواية البخاري ومسلم. ثم حدث معاذ رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون قد كتم علما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم حق لله التوحيد. أجمل مجلس يأمه الصالحون ويفد إليه الحكماء والعقلاء هو المجلس الذي يذكر فيه الله ويتحدث فيه عن حقه، وهو توحيده سبحانه وتعالى. هذا التوحيد، كلمة لا إله إلا الله العظيمة، وأنت تتحدث عن ربك، هي التي من أجلها أسست الملة ونصبت القبلة وأرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائع دينه. هذه الكلمة العظيمة التي قال عنها ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم ولا أكبر ولا أجمل ولا أكمل ولا أحسن من أن عرفهم لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي قال عنها موسى عليه السلام في حديث أبي سعيد الخدري الذي يرويه الحاكم وابن حبان وصححه، وإن كان حديث البطاقة أصح منه، لكن قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك به. موسى يقول يا رب أريد أن أذكرك بشيء يعني خاص فيني أنا. قال الله لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذه الكلمة. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، لمالت بهن لا إله إلا الله. فالتوحيد حق الله على العباد. ولذلك كفار قريش لما أتوا كعادة العرب في الجاهلية من التفاخر بالأنساب والأحساب والتفاضل على أساسها، جاءوا إلى النبي قائلين يا محمد انسب لنا ربك، يعني ما نسب ربك، انسب لنا ربك، ونسوا أو تناسوا أنه هو الذي خلقهم من ماء مهين. فجاء الجواب من الواحد الأحد على هذا السؤال فعرف نفسه جل وعلا بقوله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة موجزة لكنها معجزة، اشتملت على معاني بديعة وأشارت إلى لطائف كثيرة ومسائل خالدة. لذلك لا عجب أن تعدل ثلث القرآن
كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وتسمت هذه السورة بسورة الإخلاص، لأن فيها تعليم الناس إخلاص العبادة لله، وهو حق من حقوق الله جل وعلا، وسلامة الاعتقاد من الإشراك به جل في علاه. وتسمى سورة التوحيد، وتسمى سورة الأساس، لأنها اشتملت على التوحيد وهو أساس الإسلام. وقد أحصى بعض العلماء لسورة الإخلاص ما يربو على 20 اسما، وأنتم تعرفون إذا تعددت الأسماء يدل على شرف المسمى. ولذلك سيبويه صانع النحو في كتابه الكتاب ذكر أهل النحويين صناع النحو والإعلام أنه لما قسم المعرفة قسمها إلى 6 أقسام، جعل أول قسم فيها قسم العلم، وجعل أعلم الأعلام اسم الله جل في علاه لفظ الجلالة الله. لما توفي سيبويه يذكر أنه رؤي في المنام، فسئل قالوا له ماذا صنع الله بك؟ قال إن الله غفر لي ورحمني وأدخلني الجنة لأنني جعلت أعلم الأعلام لفظ الجلالة الله الله. ولذلك يذكر الإمام مالك بن أنس صاحب دار الهجرة رحمه الله يقول أنه خرج فرأى رجلا مخمورا يشرب الخمر، لكنه لم يعرف أنه كان مخمورا لأنه رآه في مسافة سقط على الأرض، والرجل يتمتم بكلمات لم تفهم لبعد المسافة. فلما اقترب الإمام مالك للرجل علم من حاله أنه على أثر شفتيه الخمر، كان يردد الله الله وهو ساقط على الأرض وسكران. فما كان من الإمام رحمه الله تعالى إلا أن أخذ قطنة ومسح شفتي ذلك الرجل وطهرها، وسأل الله له الهداية، اللهم رده إليك ردا جميلا. يقول هذا الرجل المخمور أنه هدي إلى الحق واستقام إلى الطريق المستقيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فرأيت في المنام أنني أبشر أن الله تبارك وتعالى أعد لك مكانا عاليا لأنك طهرت المكان أو الشفتان التي يخرج منها لفظ الجلالة. الإمام مالك كان يرى أن لفظ الجلالة لا يمكن أن يخرج من بين شفتين نجستين، فطهر تلك الشفتان أو الشفتين حتى يخرج لفظ الجلالة طاهرا من بين تلك الشفتين، الله الذي هو التوحيد الحق. ولذلك سميت هذه السورة بأسماء عدة. سميت سورة الإخلاص بالنجاة لأنها تنجي من الكفر في الدنيا ومن النار في الآخرة، والولاية لأن من عرف الله بوحدانيته فهو من أوليائه المؤمنين الذين لا يتولون غير الله. ثالثا سميت بالنسبة لما روي أنها نزلت لما قال المشركون انسب لنا ربك، فعرفوا قيمة التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا، كان همه الأول أنه يدعو الناس إلى هذه الكلمة إلى حق الله. فلما وقف يا معشر قريش يا بني هاشم يا بني عبد مناف، فلما اقترب الناس واجتمعوا منه قال يا قوم لو أنني حدثتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تصبحكم أو تمسيكم أو تصدقونني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال إذن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا أما هذه فلا. وأنزل الله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال أبو لهب تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. النبي يدعو الناس من البداية إلى هذه الكلمة لأنها الكلمة العظيمة، الكلمة التي فيها حق الله تبارك وتعالى أن يحقق هذا التوحيد. ولذلك من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل بالتوحيد وهو حق الله يعصم دمك ومالك وعرضك. أمرت أن أقاتل الناس كما في الصحيحين،
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. طيب إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في كتاب الإيمان أن أسامة بن زيد غزا غزوة مع مجموعة من صحابة رسول الله. أسامة رضي الله عنه وهو يقاتل في هذه الغزوة لفت نظره مشرك من المشركين يقتل في المسلمين، يعني يعمل عمله بسيف يقتل في المسلمين، فغاضه ذلك. المواقف التي نراها اليوم والصور والمشاهد المتكررة التي نرجو الله أن يرفع عن أمة الإسلام، نرى في الأخبار في أحوال إخواننا في الشام في سوريا في فلسطين وأحوالهم كذلك في العراق وفي أفغانستان وفي أوساط أفريقيا وفي بورما وفي غيرها، مشاهد يندى لها الجبين. لا أظن عاقلا إنسان يحمل قلب فضلا على أن يكون مؤمنا موحدا بالله أنه يرى مثل هذه المشاهد ولا يتحرك قلبه. ولذلك أسامة رأى المشرك يقتل في المسلمين فغاضه ذلك المشهد، فقام أسامة فلحق به، يعني وجه سهامه إليه ثم لحق به. المشرك لما علم أن أسامة بطل يلحق به فر هاربا، فأخذ أسامة يلحق به حتى سقط المشرك على الأرض. فلما سقط رفع أسامة سيفه، ولما رأى المشرك السيف متوجه إليه ليقتله قال المشرك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. ثم انتصر المسلمون في تلك الغزوة وعادوا إلى النبي مستبشرين يريدون أن يبشروه بالنصر، واستقبل النبي عددا منهم قبل أسامة فأخبروه أن أسامة قتل رجلا قال لا إله إلا الله. ثم دخل أسامة على النبي مستبشر بالانتصار فقال السلام عليك يا رسول الله، فما رد عليه السلام. في بعض الألفاظ عند الإمام الترمذي وغيره أنه قد طأطأ رأس هاي النبي عليه الصلاة والسلام وعينه تدمع. ثم قال السلام عليك يا رسول الله ظنا من أسامة أن النبي لم يسمع، فرفع النبي رأسه وهو يقول يا أسامة أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فيبرر قال أسامة يا رسول الله رأيته يقتل في المسلمين فغاضني ذلك. قال النبي يا أسامة أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من الموت، يعني خوفا من الموت. قال يا أسامة من لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ قال أسامة والذي نفسي بيده وددت أنني ما أسلمت إلا تلك اللحظة، تمنيت أنني ما دخلت أصلا في الإسلام إلا تلك اللحظة، لأن قضية لا إله إلا الله توحيد يحسن ويحفظ هذا الدم والنفس والعرض، وهذه أعظم كلمة وهي حق الله تبارك وتعالى على عباده، حق الله جل وعلا على عباده أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده. ولذلك تجد هذا التوحيد، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، كل الأنبياء والرسل أرسلوا لهذه القضية ولهذا التوحيد ولهذه القضية الوحيدة وهي أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. فلا يصرف شيء من العبادات لغير الله، لا صلاة ولا سجود ولا حج ولا صيام ولا ذبح ولا حلف ولا غير ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. العبادات كلها وما يتعلق بها من الجوارح بالقلب هي حق لله تبارك وتعالى، منها الصلاة مجتمعة متفرقة فريضة نافلة إذ هي عبادة لا تصلح إلا لله، السجود له والركوع له والتسبيح له والدعاء له والقراءة له
والقيام كله حق له سبحانه وتعالى. في حديث عبد الله بن أبي أوفى، حديث يرويه ابن ماجة وابن حبان وهو صحيح، أن معاذ رضي الله عنه لما قدم من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي: معاذ، ما هذا؟ يعني من متى، كيف تسجد، ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، نهاه: فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فلا سجود إلا له. الذين يخضعون تحت أرجل بشر مثلهم، بل يطوفون على حجر ويتوسلون إلى شجر. رأيت في بعض البرامج في بعض البلدان في الهند وغيرها، فيه معابد يعبدون الفئران أكرمكم الله، يكرمون الفأر ويطيبونها ويطعمونها ويعبدونها، ومنهم من يعبد شجرة، ومنهم من يعبد صنما، ومنهم من يعبد فرج امرأة أكرمكم الله. ولكن المؤمن الموحد لا يمكن أن ينحني ظهره ولا تخر جبهته إلا لله تبارك وتعالى. لا يدعى إلا الله، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة أو استعانة، فهو حق أكيد لله جل وعلا. لا يصرف لغير الله البتة، مهما علت درجة من تدعو وسمعته ومنزلته، سواء كان نبيا مرسل أو ملكا مقرب، لأن الله جل وعلا يقول: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فادعوا الله، ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الكفار الذين استقامت ربوبيتهم وانحرفت ألوهيتهم، كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم في حال كرب، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولذلك لا نجاة إلا بالتوحيد. أنا أقول لكم باختصار: أصحاب الهموم والديون والمشاكل الزوجية والقضايا الخاصة وأصحاب الكروب، إذا أراد أن يفرج له كربه فليلجأ إلى الله. يونس عليه السلام في سفينة ووضعوا قرعة، لما رأوا ذلك الحوت الضخم في البحر كاد أن يحطم سفينتهم أو يلتقمها، فقالوا: لابد أن نضع طعما ونضحي بواحد. فاقترعوا، فكان الوقوع السهم على يونس عليه السلام. ثم قال ربانها: إن هذا رجل ظاهره الصلاح، لنعيد القرعة مرة أخرى لعل يخرج غيره. فتعاد ثلاث مرات فيكون على يونس الخيار، كما قال الله جل وعلا: فساهم فكان من المدحضين. ثم وقع الاختيار أو وقع السهم عليه، فحمل يونس عليه السلام ورمي في البحر والتقمه الحوت وظل في ظلمات ثلاث. أسألك بالسطحية عذرا، لو قفل عليك باب الغرفة في مكان مهجور، ثم قفل عليك باب البيت الذي فيه الغرفة، ورمي المفتاح في باب حديد ولا زاد ولا طعام ولا هواء ولا ضوء ولا بشر ولا شيء، ثم ذهب الذي أقفل ذلك الباب وله المثل الأعلى، كيف سيكون حالك؟ يونس ما تغير ارتباطه بالله، لأن تغير المكان والظروف لا تغير قلبا تعلق بربه جل في علاه مطلقا موحد. في ظلمات ثلاث: ظلمة ليل، ظلمة البحر، وظلمة الحوت، ومع ذلك كان التوحيد حاضرا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجاءت الإجابة بعدها: فنجيناه. لا يمكن أن تدعو بهذا الدعاء، وهذا دعاء كرب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جمع بين التوحيد والاستغفار، كما قال الله لمحمد قبل أن تبدأ رسالتك، قبل أن تزاول دعوتك، قبل أن تقوم بمهمتك، فاعلم
أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اجمع بين التوحيد والاستغفار تجد الفرج ينفتح عليك. الله جل وعلا قريب من يونس ولا لا؟ حينما يقول الله جل وعلا أنه قريب مجيب القرب. الآن بس أريد منكم أسكت، لا تتكلم، أنا سأسكت. كل منا يناجي ربه بينه وبين نفسه. أنا لا أعلم كل منكم بماذا يناجي. المناجات أن تستشعر أن الله منك قريب. كلنا يسمع من الله. الله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالذي في نفسك قريب يسمع ويجيب. ولذلك يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في بعض الروايات أن هذا الصوت حينما ارتفع، لأن الله يقول إليه يصعد إيش؟ الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ارتفع صوت يونس موحدا مستغفرا مناديا. قالت الملائكة يا ربي صوت معروف من عبد معروف، أين هو حتى ننقذه؟ قال هذا عبدي وسوف أنقذه. فاستمر، قيل 40 ليلة وقيل 40 شهرا وقيل أكثر من ذلك، وهو يردد كلمة التوحيد. فقال الله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ونصيحتي لكل مكروب ونادي إذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذو النون بن متى وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. الذبح حق من حقوق الله، لا يمكن أن تتقرب لا بكبش ولا حتى ببعوضة لغير الله تبارك وتعالى، لأن حياتك كلها وصلاتك ونسكك لا يكون إلا لله. والذي يذبح لغير الله يذبح لغير الله مشركا بالله تبارك وتعالى. ولذلك أيضا مما يختص به رب العالمين ألا نحج إلا له. في إيران الرافضة الاثنى عشرية المجانين وضعوا كعبة عندهم وأمروا الناس بالطواف عليها، بل يرون أن بعض مناطقهم ومواقعهم أطهر عندهم في ظنهم من البيت الحرام. الله جل وعلا الذي يعطي الخصوصية للأرض والمكان والزمان والإنسان ويفضل من شاء ويرفع من يشاء سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أما أنا وأنت بشر يجب أن ننقاد لله تبارك وتعالى. الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. وعلى هذا فلا يجوز أن يحج الإنسان لقبر نبي ولا لرجل صالح ولا لمشهد من المشاهد ولا يطوف إلا بالبيت العتيق. وأيضا من الخصوص لله تبارك وتعالى حقوقه ألا تحلف إلا به. نسمع اليوم الحلف بالوالدين وبالذمة وبالرقبة، ويحلفون بالطلاق ويحلفون بأمور من المخلوقات، والله أمرك ألا تحلف إلا به. الحلف هو تعظيم للمحلوف، ولا يليق أن يكون حلف إلا أن تعظم الله تبارك وتعالى ولذلك ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. عمران بن حسين كان يعبد سبعة، ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له كم لك من إله؟ قال لي سبعة. قال أين هم؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء. قال النبي له من لرغبك ورهبك؟ إذا ضاقت عليك الأمور تلجأ إلى أي واحد؟ قال ألجأ إلى من كان في السماء. قال إذن عليك بمن في السماء فهو ربك، واترك التي في الأرض، لا تعبد غير الله. لا يمكن أن ترى توحيدا خالصا وقد دخله شرك أو شابه شائبة في توحيد ذلك الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا التوحيد الخالص جل في علاه.
حق الله تبارك وتعالى أن تطيعه، أن تؤمن به، أن تصدق بكل ما أمر به جل في علاه. أمرك ربك أن تصدق بالبعث والبرزخ وأن تؤمن بالأنبياء والرسل. ولذلك أول صفة من صفات المؤمنين، من أوائل صفات المؤمنين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا رب؟ الذين إيش؟ يؤمنون بالغيب. مؤمنين، عندنا يقين الآن أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن عيسى سينزل آخر الزمان ويكسر الصليب، نؤمن. أخبرنا نبينا أنه في آخر الزمان سيخرج المهدي، نؤمن. أخبرنا أن هناك موت وهناك حياة برزخ وهناك بعث وهناك نشور وهناك جنة وهناك نار، نؤمن بذلك كله ولو لم نراه. هذه حقيقة التوحيد الخالص الذي يؤمر به العبد ويقوم كذلك به. الله تبارك وتعالى له حقوق ثابتة خاصة به، وهناك حقوق لرسوله، لنتحدث عن حق الرسول في محاضرة بهذا العنوان، وهناك حق مشترك لله وللنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، في حق مشترك. وهناك حق خاص برب العالمين تبارك وتعالى. ولذلك يقول الإمام ابن القيم في النونية المشهورة، قال: الرب رب والرسول فعبده، حقا وليس لنا إله ثاني، فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني، كلا ولم نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران، حتى قال: لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق، هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان، فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذي القربان وكذا السجود ونذران وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاب العبد من عصيان وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن وكذا العبادة واستعانتنا به إياك نعبد ذان توحيدان وعليه ما قام الوجود بأسره دنيا وأخرى حبذ الركنان وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن والحب والإيمان والتصديق لا يختص والحب والإيمان والتصديق لا يختص حقان مشتركان. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العدوان. حق الله تبارك وتعالى عظيم، وتوحيد الله جل وعلا أعظم أمر. ولذلك إذا عرفت حق نفسك، يقول العلماء: اعرف قدر نفسك تعرف حق ربك. من أنت؟ الله جل وعلا يناديك في القرآن الكريم ويقول جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك العلماء كلهم حينما جاءوا عن الحديث عن أنفسهم كمخلوقين، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله يقول: أنت لم تكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولذلك الإمام الشافعي أمسك بيضة فرفعها فنظر فيها يتأمل، قال: سبحان الله، هذه البيضة خارجها أبيض كالفضة وداخلها أصفر كالذهب الزلال، يخرج الله منها حيوان يسمع ويبصر، ألا تدل على السميع البصير؟ ما تدل على الله؟ والإمام أحمد ينظر إلى ورقة شجرة صنوبر ثم يمسكها ويرفعها، قال: هذه الشجرة أو هذه الورقة تأكلها الدودة فتخرج حريرا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها الماعز فتخرج لبنا، ألا تدل على السميع البصير؟ والإمام مالك في الحج يوم عرفة
يرى الناس يلهجون بالذكر، هذا أعجمي وهذا أعربي وهذا غني وهذا فقير، وضجيج الأصوات وارتفاع الدعوات. فوقف ينظر قال لا إله إلا الله، تعددت اللهجات واختلفت اللغات ولكنها لا تختلف على فاطر الأرض والسماوات. هذه آية، الله جل وعلا ما يحتاج إلى دليل. يذكر أن امرأة من نساء نيسابور قالوا لها أن رجلا عالم من العلماء ألف كتابا، هذا الكتاب جمع فيه 1000 دليل على وحدانية الله وعلى وجود الله. قالت والله ما جمع 1000 دليل على وجود الله إلا لأن عنده 1000 شك على أن الله موجود. الله لا يحتاج إلى دليل، السماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج كلها تدل على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله جل وعلا في كل شيء ترى حكمته وترى عظمته، ولذلك هذا التفكر أحد أسباب معرفة حق الله جل في علاه. الله يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيش؟ معرضون. هذا فيديكس الإنجليزي اللي قبل أشهر تجاوز أغلفة كما يقولون الهواء أو الأجواء، يقول هو في لقاء مع في إحدى القنوات رأيته مترجما، قالوا وش أعظم ما لاحظت في هذه الرحلة، الرحلة استغرقت ساعات، ثم بعد ذلك قال كلمة الحقيقة نحتاج نقول نحن أهل التوحيد، قال علمت أن الذي خلق هذه الأرض والخلق أعظم بكثير منها. كيف اكتشفت هذا؟ قال كلما ارتفعت في المركبة أشعر أن الأرض تصغر تصغر تصغر، حتى فجأة رأيتها مثل الذرة، يعني مثل الضوء مثل الإضاءة البسيطة، وفجأة اختفت. يقول كلما ارتفعت حتى اختفت الأرض ما عاد رأيتها. يقول فعلمت أن الذي خلقها أعظم منها. الله جل في علاه إذا كان كرسيه الكرسي الذي هو موضع قدميه سبحانه وتعالى، الرسول يخبر أن لموضع الكرسي عند الله تبارك وتعالى، يخبر أن موضع هذا الكرسي في عند السماوات والأرض ومن فيهن كحلقة ألقيت في فلاة، هذا موضع الكرسي. فكيف بالعرش؟ كيف بالعرش والرب الذي استوى عليه استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ إذا عظمته عرفت حقه، إذا عرفت قدرك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. العقل نعمة، ولذلك تجدون أن الله تبارك وتعالى من أسمائه القهار، قهر كل شيء كل شيء. العقل قهره الله سبحانه وتعالى بماذا؟ الآن كل شيء موجود في الأرض لا يمكن نصنع شيئا إلا هو تقليدا ومحاكاة، محاولة لما صنعه الله. الطائر حينما رآه ذلك العالم عن طريقه استطاع أن يصنع تلك الطائرة. العقل لما صنع الكمبيوتر وهذه الأجهزة هي تحاول أن تحاكي شيء من هذا العقل الذي يحتفظ ويختزن ببعض المعلومات. تأتي كذلك إلى المركبة حينما تركب على الدواب الحمير والبغال والجمال وغيرها، ثم تصنع هذه المراكب الكثيرة، وقس على ذلك. ولذلك نحن حينما نأتي إلى قدرة الله تبارك وتعالى يشعر العبد بضعفه، ويشعر كذلك بأنه عند خلق الله لا شيء. كن مع الله في سبحات الفكر، مع الله في لمحات البصر، مع الله في ومضات الكرى، مع الله عند امتداد السهر، مع الله والقلب في نشوة، مع الله والنفس تشكو الضجر، مع الله في أمسي المنقضي، مع الله في غدي المنتظر، مع الله في عنفوان الصبا، مع الله في الضعف عند الكبر، مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها في الضعف عند الكبر، مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها عند سكن الحفر، مع الله في الجد من أمرنا، مع الله في جلسات السمر، مع الله في حب أهل التقى، مع الله في كره من قد فجر. الله الكفار يذكرون به ويتذكرون عظمته،
ولذلك لما دخل الصحابة على النجاشي كان نصرانيا في ذلك الوقت في الهجرة الأولى، حدثوه فقط عن ما جاء به هذا الإسلام وعن نبي الإسلام، ثم تلا عليه ذلك الصحابي الجليل قصة مريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فدمعت العينان وأسلم وأخفى إسلامه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وقد أثنى عليه قبل إسلامه: إنكم تذهبون إلى بلد فيها ملك عادل. وأما النفس أيها الأحبة، لتعرف قدر الله تبارك وتعالى، البصر، اسألوا الذين الآن يلبسون عفوا النظارات، لا تسأل الأعمى، لأن الأعمى منتهي أمره. اطلعت على مقطع في اليوتيوب وهو متاح، ارجعوا إليه، في لقاء مع أحد الفضلاء المهتمين بشأن الصم البكم في السعودية هنا، وتحدث عن شخص وأتى به في وصور كذلك، والمقطع موجود وبث هذا أظن في قناة المجد، والرجل هذا لا يسمع أبكم ولا يتكلم أبكم ولا يسمع ولا يرى، ويتعامل معهم باللمس، يمسك أطراف الأصابع ويتعامل معهم. فحدثوا عنه شيء عجيب، يقول: ألقينا محاضرة، يعني هو يحتاج الصم، الذين معه يحتاجون إلى من يترجم، لأن الصم لا يتكلمون ولا يسمعون لكن بعضهم يبصر، فبالتالي بالحركات يفهمون بلغة الإشارة. يقول: فهذا الشخص كان بالنسبة لهم عناء آخر، لأنه يحتاج من يمسك يديه ويحرك أصابعه حتى يفهم، لأنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم كذلك، فكانوا يعانون، يعني يحتاج إلى مترجم، المترجم يحتاج إلى مترجم. يقول: فالغريب أنه إذا قرأ القرآن ورتل القرآن كانوا يلاحظونه ومن معه يبكون تدمع أعينهم وهم لا يسمعون. لكن القرآن له خاصيته، سئل بعض علمائنا الحقيقة إلى مثلا إعطاء إجابة لهذا الأمر: شخص لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، والقرآن يتلى وأحيانا باللمس ويتأثر ويبكي، فإجابتهم كانت واضحة مختصرة وفيها حكمة، قالوا: لأنه القرآن وحسب. عظمة الله عظيمة. ولذلك نحن الأصحاء لا نعرف قيمة ما نحن به إلا إذا رأينا غيرنا، ولذلك الحكمة المشهورة: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا من؟ إلا المرضى. يقال أن رجل، هذا ذكرها ابن الجوزي، أن رجلا أعمى، أن رجلا رأى في الطريق شيء، يعني أذى أو صاخ أو أذى، فحملها وأبعدها إلى جانب الطريق، ثم جاء صاحب له وحمل تلك الأوصاخ التي وضعها على جنب الطريق وحطها في نصف الطريق، فقال له: ليش يعني أنا أبعد الأذى عن طريق الناس وأن تعيد مرة ثانية؟ قال له: أنت أبعدت الأذى عن طريق المبصرين المفتحين وحطيته في طريق العميان، الأعمى في الغالب يمشي جنب الجدار، دعه في نصف الطريق يراه المبصر فلا يقع ولا يقع فيه الأعمى. يقول: فعلمت قيمة هذه النعمة. البصر، يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك ضع كفيك على عينيك، سكر عيونك بس لمدة دقيقة، يقول تعرف نعمة الله عليك، لأنك تبصر الآن، تشوف هذا جالس وهذا واقف وهذا عمود وهذه طاولة وهذا ميكروفون وهذا ماء وهذه ورقة وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا أزرق، لكن الأعمى لا يميز ولا يعرف ولا يرى هذه كلها. ولذلك أيضا حتى اليدين، يعني أنت تأمل الله جل وعلا حينما دعاك أن تتأمل في خلقك لحكمة: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله يدعوك إلى أن تتأمل في هذه النفس. الآن تخيلوا أننا نمشي بدون ما تنثني أيدينا ولا المفاصل، تخيل أنك تمشي بهالطريقة ما تنثني لا يدك ولا تنحني كذلك ذراعك، كيف سيكون حالك؟ واليد نعمة من أجل نعم الله على الإنسان. يقول الإمام ابن رجب: إن أخذك للقمة، مجرد أنك تأخذ اللقمة أو ترفع ما تشربه بجرد بس مسكتك للقمة ووضعها في فمك، فيها أكثر من 35 نعمة وفائدة لك، هذا في الظاهر. وتكلم رحمه الله عن الأظفر، قال: أما هذا الأظفر
فله أكثر من 5 فوائد وساقها رحمه الله تعالى. حنا يمكن نقول إيش فائدة الأظفر، هذا ما له قيمة، لكن الله تبارك وتعالى وضعه لحكمة، وقطعا له من الفوائد الكثيرة. ولذلك هاتين اليدين عظيمتين. حدث الأخ الشيخ عبد العزيز الخطابي، وهو رجل طالب علم ومؤلف له بعض الكتب والكتيبات، وكتب رسالة سماها شكر النعم، تباع وموجودة الآن. فقسم شكر النعم، شكر نعمة العقل، البصر، اليدين وغيرها. ولما تكلم عن شكر نعمة اليدين ذكر قصة واقعية، والعهدة عليه والكتاب موجود. قال أنه كان يجلس في مسجد مثل هذا، عندهم حلقة علم، يقول وبينما هم جلوس لاحظوا أن النافذة الدريشة حقت المسجد تطرق برأس رجل، يعني واحد يطق الدريشة برأسه. يقول فأمرت واحد من الطلاب يخرج يطلع يشوف وش الموضوع. يقول فخرج فوجد رجلا خلقه الله كاملا لكن من غير يدين، ما له يدين. يقول قلت ماذا تريد؟ قال أكرمكم الله أريد الحمام، دورة المياه. يقول ذهب به إلى دورة المياه، أو قال له الدورة هناك، قال خذني لها. يقول فأخذته إلى دورة المياه، فلما دخل في حمامات المسجد أكرمكم الله والمسجد قال له افتح لي الباب، ما له يدين. يقول ففتحت له الباب. يقول يوم دخل قال أغلق الباب. يقول صكيت الباب، وقبل أصك الباب قال انتظرني عشان إذا خلصت بناديك تفتح لي الباب. يقول فأغلقت الباب ودخل الرجل يقضي حاجة أكرمكم الله. يقول وأنا أنتظر عند الباب، يقول فجأة طرق علي الباب راسه، باب الحمام. قلت أفتح تبي تطلع؟ قال لا أدخل علي، أدخل بس لو سمحت نزل يعني بصرك. يقول فدخلت فإذا بالرجل أكرمكم الله على الكرسي في الحمام. قلت ماذا تريد؟ قال والله لم أستطع أن أغسل نفسي، أرجوك تسكب علي الماء حتى تغسلني وطهر نفسي. يقول فطأطأت رأسي وأنزلت عيني وأنا أحمد الله وأقول لله ما أخذ وله ما أعطى، فأحمد الله على هذه النعمة. الإنسان المتعافي نعمة. إذا رزق الأمن العبد إيمانا في قلبه، إيمانا في قلبه، وعافية في بدنه، وأمنا في بلده وداره، حيزت له الدنيا بحذافيرها، حيزت له الدنيا كلها بحذافيرها. العافية لا العافية لا يعادلها شيء. يقول أحدهم سبحان من أعطى هؤلاء القصور والأموال، يعني ليش حنا ما أخذنا مثلهم؟ فقال له أحد العلماء أما ذهبت المستشفى فقلت سبحان من عافانا مما أمرض به هؤلاء؟ ادخل المستشفى تجدون العجب العجاب. حدثني الشيخ عبد العزيز السدحان، دكتور عبد العزيز، يقول بأنه زار مستشفى النقاهة، مستشفى النقاهة على طريق الخرج، وهو مستشفى يعنى بالذين أصيبوا بعاهات خلقية. يقول فلما دخلنا وكان معنا طبيب مرافق مشرف على المبنى أو المستشفى، يقول قبل ندخل إحدى الأجنحة، أجنحة المرضى، سمعنا صراخا وصياح لأحد المرضى. أول ما دخلنا ارتفع صوت المريض أكثر، فسألت الطبيب المرافق قلت وش مرض هالرجل؟ قال هذا الرجل عنده تلف في الجهاز الهضمي، ما يقدر يهضم الطعام، يعني يأكل الطعام وثم بعد ذلك يتعسر في هضمه. يقول تلقائيا سألته قلت وش تعطونه، وش الأكل اللي يأكله؟ يعني يأكل طعاما ثقيلا مثل الرز واللحم وكذا؟ قال لا لا، نضع له محلول أشبه ما يكون بالحليب مع فيتامينات، ونضع في رضاع أطفال ونخضه ويرضعه، ومع ذلك يتعسر في هضمه، لا يستطيع أن يهضمه ويصرخ ويصيح. ولذلك الإمام هارون الرشيد أمير المؤمنين سألوه قالوا له لو أن الدنيا كلها بين يديك لكنك افتقدت الماء، ما عندك موية، وعطشت وأردت شربة ماء، كم تدفع من مالك حتى تأخذ الموية؟ قال أدفع نصف ملكي. قالوا طيب، شربت الماء ثم دخل في داخل أمعائك وما استطعت أن تخرجه، ووجدت العلاج عند رجل يعالجك بأمر الله ويخرج لك هذا الماء، كم تعطيه؟ قال اعطيه نصف ملك الآخر. فقال لا بارك الله في ملك ذهب نصفه بشربة ماء والآخر بإخراجه، بإخراج هذا الماء. والله الذي لا إله غيره، زرت مركز التأهيل الشامل
التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية قبل سنوات، ومركز التأهيل الشامل مثل مستشفى النقاهة، لكن هؤلاء الذين خلقوا بعاهات أصلا خلقية. فدخلنا فوجدت رجل، والله اني احدثكم بما رأت عيني، يمكن طولها ما يتجاوز 40 سنتي، على سرير، رأسه عافانا الله وإياكم كبير جدا، ولا ينطق ولا يتكلم، فقط يبصر وعلى الكرسي. ولما دخلت وكان معي أيضا مجموعة من المرافقين المشرفين على المركز، رأيت الرجل هذا فبدأت أحدثه وأصبره، قالوا ترى يسمع ويفهم. وأنا أتكلم جلس يبكي، والله العظيم تصورت أن عمره 13 سنة 12 سنة، يعني صغير. قلت لهم كم عمر هذا الإنسان، كم له سنة؟ قالوا منذ أن ولد عمره 46 سنة وهو على هذه الحالة. فحمدت الله على هذه النعمة العظيمة، احمد الله. ولذلك لا تعرف حق الله إلا إذا تأملت في خلق الله. وأيضا من معرفة حق الله تعظيم الله تبارك وتعالى، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الأسماء التي لله تبارك وتعالى لو أننا تأملنا فيها، الله سبحانه وتعالى يقول النبي لابن عباس تعرف على الله، تعرف على الله في الرخاء. ومن جملة معرفة الله تبارك وتعالى أن تعرف أسماءه وأن تعرف صفاته. الله أعلم المعارف كلها، لفظ الجلالة الذي لم يتسمى به أحد. حينما تتحدث هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. حينما ترى أقدار الله تبارك وتعالى تعرف عظمة الله. تخيل واستشعر النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء، حتى لم يكن بينه وبين العرش إلا قاب قوسين أو أدنى، كما قال الله فكان قاب قوسين أو أدنى. ويرجع النبي في تلك الليلة ولا يزال فراشه حارا دافئا صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي أسرى به في هذه السماوات السبع ما بين السماء والسماء مسيرة 500,000 عام؟ الملك الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بهيئته، ولما وصفه صلى الله عليه وسلم رآه الليلة الثانية في غار حراء حينما كان يتعبد ربه، لما ذهب إلى زوجته وقال زملوني، ثم عاد الليلة الثانية يقول لخديجة وأنا داخل أريد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار، وإذا به يقال محمد. النبي التفت يمين، حديث في البخاري، حدثتنا به عائشة رضي الله عنها، التفت يمين ما في أحد، يا محمد، التفت يسار، يا محمد ارفع، ونظر الرسول فإذا به يرى جبريل بين السماء والأرض على عرش، على كرسي يجلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني رأيته له 600 جناح، طرف جناح جبريل عليه السلام يغطي ما بين السماء والأرض فقط، هذا جبريل واحد من الملائكة، ما بين شحمة الملك، شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 سنة. وتخيل أنت، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وهناك ملك ساجد أو راكع، ملائكة لله سيارون، وله ملائكة بالبيت يطوفون، 70,000 ملك في البيت المعمور، كل ليلة كل يوم يذهبون يطوفون ولا يعودون إلى قيام الساعة، ملائكة عظام. ومع ذلك إذا جاء يوم القيامة وأمر الله الجميع أن يقفوا في ذلك المشهد العظيم ورفعوا ظهورهم ورؤوسهم، قالوا مقولتهم المشهورة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هل عظمت الله حقيقة التعظيم؟ هل عرفت الله حق قدره؟ هل عظمته سبحانه وتعالى الذي قهر الأشياء؟ النار يقهرها الله بالماء، يسكب عليها الماء. الماء يتكون من ايش؟ من يعرف؟ اكسجين وايش؟ وهيدروجين. الاكسجين والهيدروجين وشي؟ مواد محرقة
هي مادتين محرقة، هذا هو القهر العظيم، ومع ذلك هي مادة الحياة، لأن الله جل وعلا سيقلب هذا الماء يوم القيامة نار. وإذا البحار إيش سجرت، تتغير الأمور، لأن الله أراد أن يقهر النار بهذه الماء، ومع ذلك قهر النار جل وفي علاه. إبراهيم عليه السلام يرمى في منجنيق في مشهد تاريخي حقيقة أمر فيه من العظمة الشيء العظيم، وإذا بالنمرود بن كنعان ينظر وهو يجزم أن النار ستحرق إبراهيم من الوهلة الأولى من شدة النار. كان يقال أنه ما تمر الطيور ولا طائر يمر من فوقها إلا أحرقته النار وأصبح رمادا من شدتها. ومع ذلك يأتي الأمر الإلهي، يا نار إيش كوني بردا، ما قال برد وانتهى الموضوع، برد وسلام، لو كانت برد لأصبحت مادة تجمد، ولكن برد وسلاما. وحددها الله على من؟ على إبراهيم، حتى لا تكون عامة وتكون فقط في تلك اللحظات وهذه النار تحديدا، لأن الله تبارك وتعالى أليس بهذا مشهد من مشاهد عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وجلست النار تحترق أو تحرق وينتهي ذلك الحطب وتخمد تلك النار، ويخرج إبراهيم عليه السلام بأمر الله جل في علاه، لم يحرق من إبراهيم إلا الحبل الذي ربطت به يديه فقط، وهو ينفض الغبار عنه عليه السلام حتى أسلأ. قال النمرود إني نذرت أن أذبح لربكم 60 بدنة إن ربكم هذا العظيم، أمر عظيم. ويخرج إبراهيم بل لما سئل عليه السلام عن أفضل أيامه التي مرت عليه قال أحسن أيام التي مرت علي هي الأيام التي قضيتها في تلك النار، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا إيش حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. التوحيد الخالص أن تعرف عظمة رب العالمين، وهو الذي نجى موسى في موقف ضعف، موسى وليد، وليدا طفلا صغيرا. لنا يا أيها الإخوة قصص القرآن فيها عبرة، ومعنى العبرة الاتعاظ، هذا أحد المعاني، ومن معاني العبرة العبور، أن تعبر بك هذه المواقف من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان، أن لنثبت به فؤادك، ليثبت قلبك على التوحيد. موسى عليه السلام تلده أمه، تخيل الأم مسكينة مولود ثم يخرج ذلك الطفل، ففرح به، ويأتيها الأمر من السماء أن تضع هذا الولد وين؟ وين؟ في التابوت، صندوق. العقل البشري ما يستوعب طفل، والتابوت تعرفون التوابيت، هي ليست عندنا في السعودية لكنها موجودة في خارج المملكة في كثير من البلدان. التابوت محكم إحكام إلى درجة أن الميت لا يتعفن من شدة إحكامه، وموسى تدرك أن التابوت سيموت الطفل وليد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وضعته في التابوت، هي 4 أوامر جتها، وكلها عقلا ظاهر العقل لا يتقبلها لكنها أوامر، وضعته في التابوت. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ظنت أم موسى أن التابوت سيكون قريبا منها عشان تفتح وتشوف الولد وترضعه وتهويه وترجعه وتراقبه، وحطت الولد في التابوت. شوي يأتيها أمر ثاني، ألقيه وين؟ في اليم. أنتم متخيلين الموقف؟ أنت متخيل أم يعني كيف تلقي ولدها في البحر؟ ألقيه في اليم، البحر هلاك كله، حال هدوئه وحال هيجانه. ثم استجابت لأمر الله، أبشر ما عندي مانع، فحملته وأخته. ولاحظوا لفظ القرآن، الله ما قال ضعيه، قال إيش؟ ألقيه، يلقى إلقاء، يرمى. فحملته وأخته فألقته في اليم. تخيل أنت التابوت والأم تشوف الولد أو التابوت في داخله الطفل هذا، هي تنظر والتابوت يموج به البحر، فخافت، خافت أن يغرق أن يهلك. فقال الله جل وعلا الأمر الثالث، ولا تخافي، حتى الخوف يا أم موسى ممنوع، لا إله إلا الله، ولا تخافي. طيب ما خفت، لكني أبحزن على فراقه، فيه بعد، قال الله ولا تحزني، حتى الحزن ممنوع.
ثم يقول الله لها: إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا تحقيق أمر الله، قال: وضعت أم موسى موسى في أول النهار وقد رضع من ثديها الأيمن، وما غابت شمس ذلك اليوم وجاع موسى إلا وهو يرضع من ثديها الأيسر. مرت القصة كلها، وضع في البحر فأخذ التقطه آل فرعون، ثم امتنع من المراضع من الأمهات، ثم ذهبت أخته فقصت ووجد وعاد، كلها في فترة النهار فقط حقق الله أمره. ولذلك إذا جاءك أمر الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله وش ختم الآية به؟ قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك لا تتخيل عظمة الله. مريم أم، أو أم مريم زوجة عمران، أم قصتها رأت فرخا تطعمه أمه طائر وتمنت الولد، فطرة كأي أم، وسألت ربها الولد أنها تحمل، ولما حملت ما تدري المولود أو الحمل ذكرا أو أنثى، نذرت: إني نذرت لك ما في بطني محررا. وش معنى محررا؟ يعني خالصا، لا أطلب من هذا الولد ما يطلبه الآباء والأمهات، يعني ما أبغاه يكون قريب ولا يخدمني ولا يفعل لي شيء، أبغاه لك خالص يخدمك يا الله. نذرته لله: نذرت لك ما في بطني محررا. لكن يا مولدة، وش طلع، ولد ولا بنت؟ بنت. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، لأن البنت في مثل الولد، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، لكنها ما فاتها أن تسميها إيش؟ مريم. وإني سميتها مريم. وش معنى مريم في اللغة؟ المريم هي الخادمة، يعني حتى على الأقل أنال شرف الاسم من خدمتها لك يا رب العالمين، لأنها عرفت عظمة رب العزة والجلال، فأقدرت ذلك الرب جل في علاه قدره. الله يقول: وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. فحقه علينا عظيم أن نوحده توحيدا صادقا، نؤمن بأن حتى هذا الحق الذي هو لله أن الفائدة ستعود بعد ذلك لنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يرويه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة قال: أن الله تعالى: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم أو لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. أيها الأحبة، حق الله عظيم، ولا أظن لقاء أو محاضرة يستطيع الإنسان يتحدث عنه، لكن إذا عرفنا أن حق الله هو التوحيد الخالص، ويجب أن نعرف أن نستطيع أن نحقق حقه جل في علاه بقدرة البشر المحدودة، وكما أمرنا هو سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ابتداء بمعرفة ربنا جل في علاه، وأن نعظمه كما قلت، وأن نعرف أسماءه وصفاته تبارك وتعالى، تحصى هذه الأسماء معرفة وعلما، نعرف أنه الصمد، أنه القهار، أنه الجبار، أنه المنتقم، أنه الرحيم، أنه الرحمن، أنه الملك، أنه القدوس، أنه السلام، أنه المؤمن، أنه المهيمن، أنه العظيم، أنه السميع، أنه البصير. إذا استشعر العبد هذه الصفات العظيمة وعظم الله، علم أيضا إن شاء الله حق من حقوق الله. التأمل في آياته، في سماواته، في أرضه، إذا ذكرنا فقط التأمل في ذاتك أنها آية، كيف في خلق السماء؟ الله يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يأمرنا الآن نتأمل: بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها، وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، ثم قال: متاعا لكم
ولأنعامكم. المتأمل في آيات الله سيرى أن أوضح الله دلالته للمتفكرين، وأبدى شواهده كذلك للناظرين، وبين آياته للعالمين، وقطع كل أعذار المعاندين، أدحض حجج الجاحدين، استنارت آيات الربوبية، وسطعت دلائل الألوهية، واضمحلت غمرات الشك، وزالت ظلمات الريب. تأملوا في قول الله جل وعلا في سورة النمل: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الآية هذه تستوقفنا، يهديكم في ظلمات البر والبحر. الطائرة الماليزية هذه المختفية إلى اليوم آية. كان يظن بعض الناس أن قوة الاستخبارات العالمية وأجهزتها وحداثة تقنيتها وما وصلت إليه صندوق الأسود انتهى أمس إلى حد المدة المحددة أن يكون فاعلا ويعمل، ولنا الآن قرابة الشهر أو أقل من ذلك لا يمكن أن يعثر عليه إلى هذه اللحظة. لكن الله ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. الله جل وعلا ما تخفى عليه خافية، يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. أإله مع الله. كنت في إحدى الفنادق في سفرة من السفرات، فركبت في الأسانسير الفندق، فأثناء خروجه أو صعوده إلى الدور 22 أظن أو 21 توقف الأسانسير وأنا في داخل الأسانسير. والأسانسير لما تعرفون لما ينتقل من دور إلى دور يكون اللي يواجهك جدار، والله الذي لا إله غيره أيقنت يعني بالموت فعلا، تذكرت القبر وأضغط على الجرس ولا حد يرد، وبقيت فيه قرابة 45 دقيقة. جلست على الأرض أسبح وأذكر الله ولا أدري ما الموضوع. الغريب أن الإدارة أو الفندق لم يعلم، والسبب كان في ذلك أن الأسانسيرات كانت قبل ذلك أصلا عطلانة، وكانوا حاطين لوحات منع الدخول، ويظهر أني ما انتبهت ودخلت. بقيت 45 دقيقة، لكن والذي نفسي بيده كل شيء طرأ علي في تلك اللحظة. أولها تذكرت القبر، ثانيا تذكرت الذي لا تخفى عليه خافية، يعني كم من الأرواح والأعمال تصعد إليه كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سمع في ليلة الإسراء والمعراج دوي كدوي النحل يطوف حول العرش، فسأل ما هذا؟ وقيل هذا ذكر الذاكرين لله في الأرض، يرتفع إلى السماء ويطوف حول عرش الرحمن. الله جل في علاه يعلم ما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. مثل هذه المواقف التي تمر بالإنسان يستشعر معها عظمة الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء. وائل ابن العاص ابن وائل السهمي اتى الى النبي وش معه؟ معه رفات، قيل ان رفات طير ميت دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ثم نفذه وطار رفات هذا الطير وتساقط في الارض. قال يا محمد اتزعم ان ربك يحيي هذا؟ عظام اصبحت رفاثا، تزعم يا محمد ان ربك يحييها؟ فقال نعم، إن الله هو الذي أحياك وأنه يميتك وأنه يبعثك ثم يدخلك النار. فأنزل الله جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا
ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، إلى آخر الآيات. فالله تبارك وتعالى إذا عظمه المعظمون وعرفوا قدره عرفوا من هو، هو الأول والآخر، أول ليس له مبدئ، آخر جل عن منتهي، ظاهر بالدليل، باطن بالحجاب، يثبته العقل ولا يدركه الحس. إنما يقع الإشكال في وصف من له الإشكال، وإنما تضرب الأمثال لمن له أمثال. فأما من لم يزل ولا يزال فما للحس معه مجال، عظمته عظمت عن نيل كف الخيال، كيف يقال له كيف؟ والكيف في حقه محال، أن تتخايله الأوهام وهي صنعه، وكيف تحده العقول وهي فعله، كيف تحويه الأماكن وهي وضعه. انقطع سير الفكر، وقف سلوك الذهن، بطلت إشارة الوهم، عجز لطف الوصف، عشيت عين العقل، خرس لسان الحس. من بيان عظمته أنه رفيع الدرجات، من أثر قسره تسبح له السماوات، من توقيع أمره يأمر بالعدل، واقع زجره ينهى عن الفحشاء، ينادي على باب عزته أو ينادى على باب عزته لا يسأل، يصاح على محجة حجته لمن الأرض ومن فيها، نظر بعين الاختيار إلى آدم، هذا يقوله ابن الجوزي، فحظي بسجود ملائكته، وإلى ابنه شيث فأقامه في منزلته، وإلى نوح فنجاه من الغرق بسفينته، وإلى إبراهيم فكساه حله خلته، وإلى إسماعيل فأعان الخليل في بناء كعبته، وافتداه بذبح عظيم في ضجعته، وإلى لوط فنجاه وأهله من عشيرته، وإلى شعيب فأعطاه الفصاحة في خطبته، وإلى يعقوب فرد حبيبه مع حبيبته، وإلى يوسف فأراه البرهان في همته، وإلى موسى فخطر في ثوبه مكالمته، وإلى داود فألان الحديد له على حدته، وإلى سليمان فسخر له الريح يتنقل به في مملكته، وإلى أيوب فيها طوبى لركضته، وإلى يونس فسمع نداءه في ظلمته، وإلى زكريا فقرن سؤاله ببشارته، وإلى عيسى فكم أقام ميتا في حفرته، وإلى محمد صلى الله عليه وسلم فخصه ليلة المعراج بالقرب من سدرته، وأعرض عن إبليس فخزي ببعده ولعنته، وعن قابيل فقلب قلبه إلى معصيته، وعن نمرود فقال أنا أحيي الموتى ببلاهته، وعن فرعون فادع الربوبية على جرأته، وعن قارون فخرج على قومه في زينته، وعن أبي جهل فشقي مع سعادة أمه وابنه وابنته. هكذا جرى تقديره ولا اعتراض على قسمته، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فلا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله، سبحانه إله واحد ليس له شريك وليس له مثيل في ذاته أو صفاته أو أفعاله. كل ما في الكون من إبداع ونظام وتوافق وانسجام يدل على أن مبدعه ومدبره واحد، فهو الله الذي لا إله غيره، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ليس التوحيد أيها الأحبة مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض، ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. فاعرفوا ربوبية ربكم جل في علاه، فهو رب السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولا يستطيع أحد من خلقه أن يدعي أنه الخالق أو الرزاق
أو المدبر لذرة في السماء أو في الأرض، وما ينبغي لهم، بل والله وما يستطيعون، وهو تعالى واحد في ألوهيته، فلا يستحق العبادة إلا هو، ولا يجوز التوجه إلى هو بالخوف والرجاء إلا له، لا خشية إلا منه، ولا ذل إلا إليه، ولا طمع إلا في رحمته، ولا اعتماد إلا عليه، ولا انقياد إلا لحكمه. والبشر جميع خلق الله جل في علاه، أنبياء وصديقين وشهداء وملوك وسلاطين، عباد لله جل في علاه، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلا إله إلا الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون، أنى تؤفكون. هو الله الذي دعاكم، دعاني إليك العلم والحلم والحجى. وهذا الكلام النظم والنائل النثر، يا رب وعودك حق لم نزل في انتظارها، وكل الرزايا في جوارك تصغر، ودينك يسر واعتدال ورحمة، ونورك في كل الدياجير يسفر. أحبك والعقل الحصيف يقودني إليك، وقلبي بالصبابة يأمر. ربي لك الحمد لا أحصي الجميل، إذا نفثت يوما شكات القلب في كرب، فلا تؤاخذ إذا زل اللسان، وما شيء سوى الحمد في الضراء يجمل بي. لك الحياة كما ترضى بشاشتها، فيما تحب وإن باتت على غضبي. رضيت في حبك الأيام جائرة، فعلقم الدهر إن أرضاك كالعذب. يا رب أمطر علينا سحائب جودك ثرة، وانظر إلينا برحمة لا نغرق. يا رب نسألك اللهم أن تجعلنا لك من الموحدين، اللهم واجعلنا لك يا حي يا قيوم من المؤمنين. اللهم إني أسألك في هذه الساعة الذي قصرنا في حقك ونعترف، وما قمنا بواجبك ونعترف، وما قدرناك حق قدرك، نسألك اللهم أن تعفو عنا تقصيرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نثني عليك ثناء يليق بجلالك وعظيم سلطانك، فأنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد فلا إله إلا الله. اعرفوا حق الله وقوموا بحقه جل في علاه، واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقبل منكم التوحيد الخالص. ولذلك يقول معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة. اللهم آمتنا على لا إله إلا الله، اللهم آمتنا على لا إله إلا الله، واجعلنا ممن يعرف حقك يا رب العالمين. اللهم إنا نؤمن بك ونتوكل عليك ونستعين بك، ولا رجاء إلا بك، ولا توكل إلا عليك، ولا اعتماد إلا عليك، ولا استعانة إلا بك. اللهم أعنا على إقامة حقك وإقامة هذا التوحيد يا رب العالمين، الخالص لك كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أني أسألك في هذه الساعة الكريمة أن تغفر لإخواني الحاضرين كلهم، واغفر لأخواتي الحاضرات، واغفر للمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. اللهم يا رب العالمين، إن هؤلاء العباد حضروا تقديرا لذاتك، رغبة في أن يعرفوا حقك. اللهم إنهم قد حضروا في بيت من بيوتك، اللهم أنت أقرب منهم، اللهم أنت أقرب لهم منا وأعرف بحالهم منا ومنهم. اللهم كل واحد منهم في نفسه حاجات وفي صدره زفرات، ويدعوك في هذه الساعة ويناجيك. اللهم حقق لكل واحد منهم مسألته، اللهم حقق لكل واحد منهم مسألته، اللهم حقق لكل واحد منهم مسألته. اللهم أعطهم حتى تدهشهم، اللهم رضهم وارض عنهم، اللهم اقض الدين عن المدينين منهم، واشف المرضى من المرضى منهم. اللهم يا حي يا قيوم، من كان له حاجة وعليه هم ودين وكرب، فنفس كربه واقض دينه وتولى أمره وأصلح ما بينه وبين زوجه. اللهم إن في بيوت المسلمين من اللأواء والضراء والبكاء والدموع ما لا يعلمه ولا يكشفه إلا أنت. اللهم أنزل الرحمة على بيوت المسلمين، واجعلها بيوتا ذو مودة ورحمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة
أن تصلح شبابنا وأحوالنا. اللهم إنا قصرنا في حقك، فسمعنا حتى الإلحاد بك والكفر بذاتك والجرأة عليك وعلى نبيك ودينك وكتابك. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، واهدهم إليك هداية ترضى بهم عنهم يا رب العالمين. اللهم يا خالقنا ومولانا، إن لنا إخوة في الدين في أرض الشام، في سوريا، وفي فلسطين، وفي العراق، وفي أوساط أفريقيا، وفي بورما، حالهم لا يعلمه إلا أنت. اللهم إنه قد عثى فيهم عدوا من أعدائك فقتلهم، ولم يرحم شيبة شائب، ولم يرحت شيبة عجوز، ولا ضعف طفل، ولا أنوثة امرأة. اللهم إنا نسألك لهم رحمة لا تبقي لهم بعدها بؤسا. اللهم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم ارحمهم في أوساط أفريقيا، اللهم ارحمهم يا حي يا قيوم في فلسطين والعراق وفي بورما. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة، اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا سميع يا بصير يا قهار يا جبار يا أرحم الراحمين. أسألك بأسمائك كلها، وندعوك بعظمتك وجبروتك وقوتك، أن تسلط على بشار وأعوانه وعلى أعداء الدين في كل مكان. اللهم إنهم خلق من خلقك لا يعجزونك، إنهم طغوا وبغوا في بلاد المسلمين وأكثروا فيها الفساد. اللهم ارحم الأطفال الذين يبكون. اللهم إنا قد رأينا أطفالا صغارا بترت أطرافهم وانهدمت عليهم بيوتهم وشردوا من ديارهم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إن رحمتك سبقت غضبك، اللهم كن بهم رحيما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا خذلاننا، اللهم اغفر لنا خذلاننا يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله لا إله إلا الله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأشكر القائمين على هذه السلسلة وعلى هذا الجامع، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم، إن كان من توفيق فمن الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. وأستغفر الله وأستودع الله صحبا كنت أذخرهم، في النائبات فلا ظلم ولا عار، الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلاة وتسبيح وأذكار. تم الكلام، وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود.